يمكن وصلنا لفقرتنا الأخيرة. كتير مهمة على فكرة، والموضوع كتير حلو. أكيد، بدنا نحكي وأسئلة عنه. كتير بيحكوها عن جد وبيسألوها، خاصة الأمهات الجداد. ليا الجداد والقدامى. الجداد والقدامى، بس القدامى عندهم خبرة أكتر يا حرام من الجداد، لأنه العديد من الأمهات أحيانا بتلجأ لتنظيف أطفالهم بسن مبكرة دون أخذ بالاعتبار قدرة الطفل على استيعاب فكرة التنظيف. أي سن ممكن تبدأ فكرة التنظيف؟ هل الموضوع اللي كتير بينسألوا عنه الأطباء والمشاكل الصحية أو النفسية الناتجة عنه، اليوم راح تخبرنا عنه دكتورة رشا داغستاني. سعد لي صباحك دكتورة، وأهلا صباح وسهلا الخير. فيكي. صباح الخير صباحكم. أهلا دكتورة. وسهلا. صباح النور. أهلا وسهلا، اشتقنا عليك. والله وأنا بالأكثر. دكتورة، يعني موضوع تنظيف الأطفال هو كتير مهم. بالبداية خلينا نحكي، أيمت لازم الأم تنظف طفلها، وشو دخل إنه إذا صيف ولا شتاء ولا ربيع ولا خريف؟ مظبوط، الموسم له علاقة. وموسم إيه عن جد تمام. بتحسي؟ هلا طبعا هو الصيف معروف انه هو الوقت المناسب لانه الام بقى ترتاح من عذاب انه الحفوضه وهالقصص، وانه تبلش تنظف ابنها وتعوده على انه يستعمل الحمام. هلا ليش بالصيف؟ نحن بالصيف بتعرفي بقى الجو بترتفع الحراره، الجسم ما يعني بيفقد سوائل عن طريق التعرق بقى بيصير اكثر، فما بيعود بتكون فيها الدخول الشديد للحمام، بينما بالطقس البارد بيكون في تبول كثير عند الطفل. من عدا كمان صعوبة بالبرد، انه انت مثلا بدها تبلش تشلح الحفوضة وتلبسه مثلا اللي هو الداخلي الخاص منه، مشان يعني تعوده تكسر حاجز يعني، فاكيد مو بالشتاء وبالطقس البارد بدها تبلش بهي العملية، اكيد بالصيف هو الافضل. هلا الاهم من هذا هو الوقت، او امتى بيكون الطفل جاهز لانه نحن نبلش ننظف فيه، وهذا السؤال الكل عم يساله. علميا وطبيا قبل السنتين الطفل غير قادر على ضبط المسره، يعني العضلات ما بتكون لسه ناميه، فيعني الامهات اللي عم تعطي بطولات وبتعجز غيرها، انا ابني نظفته على السنه، انا ابني نظفته على السنه ونص، غلط. يعني غلط انا برايي، يعني لازم علميا قبل السنتين ما في لسه العضلات المثانه مو مكتمله ليضبط الطفل مسره البول تحديدا، لان احنا بنعرف انه هو بيضبط مسره الخروج يعني قبل، لكن التبول فنحن بتتاخر بعدها عاده. فالفكره هي عم نحكي انه نحن مو قبل السنتين، هلا في اطفال كثير واعيين، يعني حتى نحن بنشوف حتى الام اللي عندها اكثر من طفل بيكون عندها اخ انه بتقلي انه هذا كان اوعى، هذا كان اذكى، هذا لسانه طلق تماما، فلا تقارن طفل بطفل. فنحن مشان ما نعذبهم، واللي بتقلي سنه ونص هو يعني ممكن ها، بس هذا كثير يعني نادرا يكون في هي الحاله، لكن قبل سنتين فما فوق. تمام دكتورة، يعني عم لاحظ بعض الأطفال ليا إذا عم يصير مثلا فطام أو تنظيف لإلهم بصير عندهم حالة نفسية كتير سيئة. إيه هو هذا الغلط، تغير طباعه. شو سبب هذا الشيء؟ التوقيت الغلط أو طريقة التعامل مع هذا الشيء؟ التوقيت والطريقة. التوقيت مثل ما قلنا حكينا إنه بهذا العمر، وفي شغلة اسمها الجاهزية، يعني مثلا أنا أول شيء لازم تعرفوا الأم إنه مثلا بالحفوضة مرق ساعتين أو ثلاث ساعات وهي ناشفة، يعني هو بلش هو ينظم أموره، بلش يحبس. في حركة تانية كمان بتلفت نظر الأم، إنه وقت اللي بده يعمل نونو بتلاقيه أخذ زاوية، راح ورا إنه الكنباية، فات على غرفة تانية، حسيته عم يكبس، هو بلش هو يضبط المسرة يتحكم فيها. في ولاد لا، هو بيجي لعند أمه مثلا بعد ما خلصوا عملها وبيقول لها ماما أنا عملت نونو، يعني لحاله، مؤشرات تعطي الأم إنه هو بلش يوعى. في اولاد اذكياء مثلا بينتبهوا على فوته امهم على الحمام بيراقبوها، وهي احد الشغلات اللي بننصح فيها انه تحط قدوه، اذا في اخ اكبر نورجيه ان نمهد له للطفل قبل ما انه نبلش ننظفه، نفوته على الحمام، نشوفه يعني نشوفه شو العمليه كيف بتتم، لانه في اطفال بتنصدم على فكره من الفكره، يعني مثل ما قلتي الرد النفسي ممكن ياخر لنا بالتنظيف، والعصبيه والضرب رح تاخر بالتنظيف، يعني اللي بتضرب ابنها او اللي بيعملوا شغلات، انا سمعت شغلات عجيبه غريبه من الحرق للضرب تماما، يعني انا سمعت شغلات، هي دول القصص هي لحالها بتاخر الطفل لورا، بتعمل له رد نفسي. فنحن هاي الامور لازم ننتبه لها. كثير اساليب تعنيف فظيعه، عن جد اساليب كثير فظيعه. طب دكتوره، في كثير من الاطفال هن بينضفوا ولكن
فجأة بيرجعوا بينتكسوا والتبول الليلي كثير من الأمهات عم تعاني منه. مزبوط. يعني لحد يعني الصف الأول والثاني عم يضل في أطفال يمكن ما عم ينظموا التبول الليلي. خلينا نحكي عن هاي الحالة. هلا ححكي عن أول شخص قلتي لي هو النكس. النكس وارد جدا خصوصا اللي بتبلش بعمر بكير. بتلاقي انه نظيف ومشي معها بس لكن انت اذا بتحطي ورقه وقلم بتلاقي مثلا انه ثلاث مرات كان صح في مرتين عمل فيهم وما انتبه. النكس وارد حتى بالاعمار الاكبر، مثلا بتنظفته بالصيف واموره تمام، نحن بنحط للام رينج معين مشان ما تنصدم، يعني ممكن عمليه التنظيف تاخذ 6 شهور عادي، يعني بخلال هالست شهور انت عم تدربيه عم تعوديه لنوصل لاكبر قدر ممكن انه هو يفهم ويضبط المسره. مثل ما قلت لك يعني التشجيع هو افضل شيء. انا مع انه الام اللي عم يتخذوا، انا شفت في بعض الامهات عم تغير قصه الالعاب عم يحطوا على باب الحمام سكاكر مصاصات انه تشجع الطفل كل مره فتنا عملنا فيها صح انه نحن قلنا هي الهديه. النكس وارد لما بيهجم الشتاء، يعني مثلا تكون نظفته صار له شهرين اجى اختلف الطقس اختلفت البروده لاحظت وجود هذا النكس. شغله انه هو كمان مو سحر، هو ما حينضف بنهار وبالليل، لازم تنتبه في مرحله اوليه هو حينضف لك ويضبط بنهار ممكن يرجع بالليل يعمل، ممكن باثناء النهار يلتهي باللعب يلتهي اذا اجاها ضيوف او اذا هي خرجت برا البيت كمان يصير النكس وارد. فلازم نحن ناخذ الامور بشوي رويه ونبتعد كمان عن العنف لانه هذا الشيء طبيعي. بقى اذا بدنا نحكي عن الشق الثاني اللي هو اللي انت حكيتيه التبول اللا ارادي، نحن امام حاله مرضيه اذا كان الطفل فوق الثمان سنوات. يعني تخيلي الثمان سنوات احنا طبيعي انه يمرق ناخذها مثلا هيك نسب انه بالاسبوع مره او مرتين انه يفيق بالليل مبلل التخت، طبيعي هذا الشيء وتاخذ الامور برويه الا اذا كان في سبب مرضي او سبب وراثي. في عائلات معينه بيتاخر عندها هذا الموضوع ممكن لعمر البلوغ، او انه نحن اجراء بسيط انه نعمل مثلا فحص بول نراجع الطبيب لنتاكد انه ما في اي حاله مرضيه مرافقه، لانه احيانا بيكون التهاب مجاري بوليه عم يسبب لنا هذا التبول اللا ارادي. حتى عند الانسان التهاب مجاري طبعا وشائع جدا وحتى باعمار السنه اذا بدك الرضع. ممكن حالة إمساك تسبب لا تبول لا إرادي. نحن بنعرف إنه الإمساك إنه بيسبب إنه عم يضغط فعلياً على المثانة، يعني مثلاً وجود هاي البقايا البراز مثلاً اللي من حبسه إنه هي بتضغط على المثانة بتخلي في بقايا تسبب لاحقاً اللي هو الالتهاب. هلأ إذا بدي أحكي نحن شو ممكن، يعني هي أحد أنا الكثير الأسئلة اللي بسمعها انه ابني بعد ما نظفته صار معه التهاب مجاري بوليه. طبعا هو طبعا اكيد في دور وعامل كثير مسبب له التنظيف الطفل انه يسبب هذا الشيء. اول شيء الطفل ممكن اللي عم ترعبه امه كذا فهو عم يحصر هو عم يخاف، هو بمرحله ما شاف امه ضربته لما هو عمل مثلا ما لحق حاله وعملها فهو سبب هذا الشيء عم يحصر حاله فبسبب لنا التهاب. يعني احد الاسباب المسببات انه يسبب طيب هذا الشيء. بما انه حكينا عن نقطه عم يحصر حاله، كثير في من الاطفال ايه؟ وكثير كثير بشكل كثير كبير انه انا بدي العب خلص ما بدي بكمل اللعب بكمل اللعب بكمل بيطنش وبيكون هو يعني خلص على الاخر تمام خلص انا بدي فوت على الحمام وما ما بده يفوت على الحمام. شو هي الحاله؟ هلا هي تربويه صراحه، لازم انه مثل ما عم اقول لك هلا هذا الجيل بالذات 90% عنيد 90% ما بيسمع الكلمه، جيل مختلف تماما بكل طباعه. بقى بدها تجي هو هذا الجيل بالايجابيه اكثر من السلبيه. خاصة اللي بيقرفوا انه انا ما بفوت على الحمام لارجع ايه بيلتهب اللعب هون بتجي هي تحاول تسحبه تمام. لا اذا بيكون في 3-4 ساعات لترجع على البيت كيف بدك؟ هون الحالات تعود. اللي بتشتبه الام مثلا بيصير عنا يعني شوفي الاليه كيف الحلقه بيصير عنا هذا الحصر بسبب التهاب مجاري بولية. هذا الالتهاب قد لا يتظاهر عند الطفل لانه هو في له اعراض في حراره وانا ببطني، في اطفال ما بتحس الام بيجي مثلا ما لا عرض ببلش انه شو سلس بولي بالنهار واحيانا بالليل انه هو شو عم يصير عم يزرزب فبتصير الام بتفكر انه هي وبتضربه وكذا وبيكون حاله مرضيه عم تمشي بحلقه معينه من الالتهاب والحصر لا لاحقا الحالات السلس البولي. دكتوره كمان في بعض الامهات قلبها رقيق بتقول لك لا ما رح نطفو هلا اختي خلي
ما رح نطفو، بتتأخر. هي الحالة العكسية نسميها، الحالة العكسية. هذا الحكي قبل سنتين ثلاثة وهلا صار حق ال... لا وهلا بتتأخر. بتتأخر يعني في كثير من الأمهات بيتأخروا بتنظيف أطفالهم. في حالات مرضية مترافقة مع هذا تمام الشيء. هلا في شيء مرضي يعني الطفل من يعاني من حالة مرضية. احنا 8 سنين عادي، 8 سنين عادي التبول اللا ارادي بالليل، في بالليل مبلل فراشه، هي انه مشان كمان ابتعادا عن العنف مشان الله لا تضربوا في الاولاد. انه كثير حالات يعني ذكرتها. هلا اللي انت عم تسالي الحاله المعاكسه، انه هلا بتلاقي انه صار عمره 4 سنين ولهلا بيعمل بالحفوضه. صحيح لهلا بتستعمل المحفوضه، وانا قصدي بالحفوضه بنهار، لانه بالليل عادي طبيعي لعمر ال4 سنين تلبسوا حفوضه بالليل وانه هو يتبول بالليل، بس اما انا قصدي على النهار انه ما قدر يضبط المسره. هلا نحن يا اما في مشكله بالجهاز البولي نفسه، يعني تشوهات بالجهاز البولي، مشاكل بالمثانه، اي عيوب او التهابات عم تسبب لنا هذا التاخر، وفي شيء نفسي سلوكي عند الطفل بحاجه للمعالجه، وفي شيء عصبي يعني عندنا مشاكل عصبيه سواء بالدماغ او بالنخاع الشوكي سببت هذا التاخر بضبط المسره. فهي نحن إذا بدنا نحكي عن الحالات المرضية. في حالات كسل من الأم إنه تنطفه، بيصير عمره 4 سنين، وحتى إنه مثلا عم تواجه صعوبات، مثلا بتجرب معه ما بتطول بالها، هو مثل ما حكينا بدنا يعني تكمل شهر متواصل وهي عم تحاول تدربه على موضوع الحمام. فنحن بنصير بنوع من الكسل عند العضلات المثانة، فبتتعود على إنه الارتخاء ما يضبطه، بتلاقي صعوبة أكثر. شغله ثانيه هي مضره للذكور اكثر. هلا في دراسات جديده عم تقول انه استعمال الحفوضه لعمر اطول بيأثر على الخصوبه عند الذكور تحديدا، لانه الخصيتين وانتاج النطاف بحاجه لدرجه حراره ابرد من حراره الجسم، فلهيك انه بتاثر بهذا عليه مستقبلا. فنحن بيهمنا كمان هذا الموضوع صراحه، من عدا الاذى النفسي لما هذا العمر 4 سنين بتبلش تفوته على الروضه او يفوت على انه على جو بيئي مع الأطفال ويشوفوه ويبلشوا يأشروا عليه أنه لساته لابس الحفوظة، هذا الأثر النفسي كتير كبير. إذا راحوا على المسبح أنه هو لساته لابس الحفوظة، فهي القصص كتير واردة. لهيك لازم يمكن الأم تنظف ابنها بعدين تبعته على طبعا قبل دخول الحضانة أحسن ما تصير عنده يمكن حالة نفسية بشعة. خلينا بالختام دكتورة نحكي عن ارتباط يعني الحالة النفسية للتبول عند بين الأطفال بين بعضهم، وبين يمكن في كتير أطفال ببلشوا يدخلوا على الروضة على المدرسة وبعضهم هن منظفين، هذا الشيء قديش بيسبب دمار نفسي للأطفال، قد يمكن كمان بيسبب مشاكل وبيأخر صحية وبيأخر بيأخر من الموضوع. يعني إحنا الهدف إنه هو يبلش يضبطها، ممكن تعمل له رد نفسي ويتأخر الموضوع يتأزم أكثر. فدائما بالعمر المناسب، يعني انا نصائحي يعني رح لخصهم هيك على السريع، انه اول شيء قبل السنتين لا تفكري بالموضوع. ضلوا بيقولوا انه اللي بتقول لك انا ابني سنه وابني كان شاطر ونظفته وبلشي من هالعمر وخففي مصروف الحفاضات، ما عرفان انه يعني هي مو شغله هيك ابدا. لا قبل السنتين ما نحكي. النكس وارد، بهمني في جاهزيه للطفل، كمان جاهزيه النطق انه هو يعبر عن هذا الموضوع. موضوع التهيئة النفسية نحاول نجيب نفسه، مثلا هلا في ناس بيحبوا يجيبوا النونية مو غلط ونحطها بالحمام ونعلمه عليها ويقعد عليها ونشجعه ونصفق له، بس انه هو يعمل حلوة صح الأولاد تمام لترغب الطفل انه يفوت تمام. هي اللي بسميه مرحلة التهيئة، تجيب له اياها وتكون العاب. او في عم تجي اجهزة بتنحط على كرسي الحمام مع درج مشان تسهل له الطلعة ويكون كمان عليها العاب وشغلات مشان انه يرغب. في كمان شغله انبهها انه غلط وقت اللي تنظف الطفل تلبسه الحفوضه بقلب النهار، هي كمان احد الاسئله اللي بنسالها. لازم ينصدم صراحه، لازم تلبسه الاندروير وقطن وهو يعمله وينصدم بحاله انه هو صار هيك لحتى يفهم الموضوع. اما طالما هو لابس الحفوضه رح تعيقنا شوي بموضوع الفهم، ولا ويكون في اسرار بين الام وابنها انه ما كل ما اجى حدا يعرف طول اليوم انه عملها تحت الولد. لا تمام هذا الغلط، تحكي بالايجابيه عليك. تحكي بالايجابيه انه هو يعني مثل ما بقول لك نحن مثل نحط صح اهداف، انه هو عملها مره مرتين مقابل ما عليه 3 4 لها كانوا برا. ايه فهي الفكره الايجابيه، انا مع الايجابيه والتشجيع بهذا الموضوع. اي عمر بيقولوا لازم نروح عند الدكتور؟ 4 سنوات فما فوق وما نضيف الطفل. أوكي. نعم يعني كثير من المعلومات الصحيحه والطبيه عطتينا اياها لليوم لكل الامهات اللي عم بيعانوا هلا من قصه التنظيف.
شكر كثير دكتورة على كل المعلومات اللي اعطيتينا اياها، وان شاء الله هيك بتم عملية التنظيف بخير وسلامة للكل. شكرا اكيد، وانا بدي اتشكركم ويسعد صباحكم مرة ثانية. شكرا كثير لك دكتورة، وان شاء الله هيك ابنك اليوم ضيفنا مرافقنا، ان شاء الله بتنجح بالتاسع. الله يسلمك وتجيب احلى العلامات يا رب. عم نستنى نتائج التاسع يا رب، بنشوفوا احلى دكتور على الدكاترة لانكم. الله يسلمك. شكرا كثير لك دكتورة، واهلا وسهلا فيك.